السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. مرحبا ومربحا بكم في قناتكم المفضلة اعرف دينك ستعرف دينك رغما عن أنفك. يا خيبة أملهم، والله يا خيبة أملهم، يا من يتمسكون بحديث ضعيف كما قالوا عن نصف من شعبان. أهو الدنيا سليمة والدنيا مية مية، ولا حصل هزة أرضية، ولا حصل صيحة، ولا حصل أي حاجة من اللي احنا بنقول عليه ولا اللي هم قالوا عليه. هذا الحديث الذي استند إليه كثير ممن يصعدون على السوشيال ميديا وحابين أوي الفرقعة والبوم والواو والحاجات دي، حابين قوي ان الناس في وسط كورونا والناس قاعده منتظره العالم ومنتظره نهايه العالم وهيحصل مش عارف ايه ويحصل ايه في وسط الحظر واللي احنا فيه طبعا، والناس قاعده منتظره اي شو اعلامي او اي شو من السوشيال ميديا او فيسبوك او تويتر او يوتيوب او في حتى الواتس على الجروبات او ايا كان، مستنيين اي حاجه تشبثوا بيها عشان طبعا الناس فاضيه دلوقتي قاعده ما بتعملش حاجه، اللي جاي من شغله بينام واللي رايح من شغله خلاص والدنيا شكرا على كده. فطبعا الحديث الذي ورد في الصيحه والهده حديث ضعيف، حكم عليه كثير من اهل العلم على ضعفه كما من الذهب وكما من الحجر وكثير من اهل العلم. فيا جماعه اوعوا تصدقوا باللي حصل ده، وادينا هو الموضوع مره عادي مش مشاكل ولا حصل اي حاجه ولا اي حاجه. من زمان وخرج علينا واحد عمد يقول لك انا المهدي المنتظر وانا مش عارف ايه، وقولوا انا المهدي المنتظر، ومنهم من قال انا الله، ومنهم وقالوا قبل كده هيحصل خسوف وكسوف ومش عارف ايه. والله يا اخوه احنا عندنا احاديث ضعيفه تفوق ال 21,000. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ساب لنا 21,000 حديث صحيح، واحنا نسيب الاحاديث دي ونروح لاحاديث هزه وهده، وبعد كده يقول لك ظهور كوكب يصطدم بكوكب الارض، كوكب من فوق كوكب الارض، والدنيا ماشيه جميله. هي اياكم ايها الكرام ان تصدقوا بهذه الاحاديث، ومن قالها فقد وقع في مخالفه شرعيه. والله وقع في مخالفه شرعيه، من كذب علي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اعاذنا والله واياكم من النار. فاوعى تكون احد هذه الكذابين. اذا جاءك الخبر فاستوثق من اهل العلم واقعد كده. يا عم انت ما عندكش اهل علم وما عندكش حد يتواصل معاه، اقعد وانتظر وابحث. بيقولوا حديث هزه وهده والكلام ده كله، ابحث خش على النت زي ما حضرتك دلوقتي بتتفرج على ماتش، بتتفرج على مسلسل، بتتفرج على مش عارف على مين بيعمل مقالي وبتاع. انت دلوقتي قاعد وفي رمضان شهر الخيرات والبركات، حتى لو فرضنا افتراضا ان ده هيحصل، فانت المؤمن القوي الذي لا يهزم بالله عز وجل. فخلي في قلبك يقين ان هذه الاشياء لن تحدث الا بامر من الله عز وجل. فاوعى تصدق هؤلاء الافاكين وهؤلاء الكذابين، بالله عليك اوعى تصدق هؤلاء، بل كذبهم. وانا عايز حضرتك دلوقتي تنشر هذا الفيديو في مشارق الارض ومغاربها. اوعى تنسى المشاركه وتنسى تفعيل الجرس ده مع الكلام ده، ان انت تحاول على قدر الامكان تنشر هذا الكذب، تنشر هذا الصدق، ولا تدعم هذا الكذب بمجرد انك اذا نظرت في فيديو من فيديوهات اليوتيوب او فيديوهات الفيس او كده، فانت كده بتشارك في نشر الكذب وفي نشر الذعر بين الناس، حتى ولو كفى بالمرء يسمع ان يحدث بكل ما يسمع. يعني حاول على قدر الامكان تخلي الموضوع يقف عندك، ونام تحت مش عارف ايه، وقف مش عارف تحت ايه، وقول مش عارف ايه. لا نكلف الناس فوق وسعهم حتى ولو بالاحاديث الضعيفه. الحديث الضعيفة عندنا قلت لك 21,000 حديث او 22,000 حديث في جميع كتب السنن. فبالله عليك اوعى تصدق مثل هذه الخرافات ومثل هذه الادعاءات. ومنذ ان مات النبي صلى الله عليه وسلم الى الان والناس يزعمون ازعامات ويفترون على الله الكذب، ويفترون على الله الافتراءات، ويفترون على النبي الافتراءات. فاوعى تصدق دون ولا حصل اي حاجه، واحنا الحمد لله تمام ما فيش مشكله، واحنا دلوقتي في امان وامان واستقرار وسلام. احبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعتموه في موازين حسناتها في موازين حسناتنا. أسأل الله أن يجزي هؤلاء القائمين على هذه القناة خير الجزاء. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.